اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه العمل الصالح الخالص لوجهك الكريم. أحبتي في الله، لا شك أن رمضان موسم عظيم وحدث كبير يغير نمط حياة الناس جميعا، فهو موسم للخيرات والبركات والنفحات، وهو في نفس الوقت موسم للأرزاق والأنشطة الاجتماعية، بل وموسم للحفلات وليالي السهر والثمر، وهو موسم للمسلسلات والبرامج التلفزيونية الصاخبة، وهو موسم لما لذ وطاب من الأطعمة والحلويات والأشربة. سوق عظيم لا يغفل عنه إنسان، حتى غير المسلمين أصبحوا يتأثرون برمضان ويهتمون به، وحتى في الدول التي لا تتمتع بأغلبية من المسلمين أصبح رمضان يلفت انتباه الناس في هذه البلاد ويثير فضولهم وتأملهم لهذا الموسم العظيم الذي تتغير فيه حياة الناس في جميع أنحاء الكوكب تقريبا. على مدى 30 يوما يصبح الليل كالنهار من حيث الحيوية والأنشطة الاجتماعية التي يتشارك فيها عدد هائل من سكان الأرض. ولكن أخي المسلم، أوصيك وأوصي نفسي، حذاري أن تكون من الغافلين. في هذا السوق العظيم يختلط البائع بالمشتري والراقص والمغني واللاهي والساهي والمتفرج والتائه، وفي ركن من هذا السوق العظيم الصاخب تجد العابد الصائم القائم الذاكر الخاشع القارئ المتأمل المتدبر المتصدق المتعظ. قبل أن يحل هذا السوق يستعد الجميع، التجار يستعدون بألوان وأشكال هائلة من البضائع التي تروج في رمضان من مأكل ومشرب وملبس ومسليات وملهيات. المشترون يستعدون ليتسوقوا من شتى هذه البضائع، وخاصة الأمهات. كان الله في عون الأمهات، حيث يحرصن على إعداد كميات ضخمة وهائلة ومتنوعة من المأكولات والمشروبات. ودعونا نعترف أيها الإخوة الكرام أن أحدا منا لا يرضى في رمضان إلا بأشهى الأطعمة وكثير من المشروبات والمسليات والمشهيات والحلويات، حتى لو خطب خطبة بليغة في مساوئ تلك العادة كالتي أخطبها الآن. وهذا قاعدة عامة لا يكاد يخالفها أحد. يستعد كل بيت بأجهزة التلفزيون الكبيرة والضخمة ذات الجودة العالية وأفضل السماعات والاشتراك في القنوات، وكثير من يجهز أفضل أماكن في البيت فيعد فيه الأرائك والجلسات المريحة، ويجهز فيه الشاشات وأجهزة العرض، بحيث سيكون هذا المكان هو الملتقى، ملتقى الأهل والأصحاب والأصدقاء ليبدأوا سهرتهم الرمضانية من وقت الإفطار وحتى طلوع الفجر، تبديلاً بين قنوات التسلية واللهو. وعلى الجانب الآخر تستعد المقاهي والأندية للخيم الرمضانية والشاشات العملاقة والجلسات المريحة للزبائن الذين سيقضون تلك السهرات بشكل جماعي. أما العاملون في قطاع الإنتاج التلفزيوني فقد سبقوا الجميع، وبدأوا قبل شهور أو منذ رمضان الماضي في إعداد كم هائل من البرامج والفوازير والمسلسلات التي يستحيل لأي إنسان أن يلم بها طوال أيام العام. ولكن كل هذه الأشياء يتم حشدها لتعرض كلها في رمضان، بحيث تتخاطف القنوات المشاهد وتغريه بشتى أنواع الإغراءات ومختلف أنواع التشويق حتى يقع في أسرها ولا يستطيع الفكاك من براثنها. وهناك من يترقب تسارع الأيام قبل رمضان قلقاً، وهو عادة يصوم ويصلي في رمضان، ولكن الشيطان يوحي إليه أن الأيام المتبقية قبل رمضان فرصة لم تعوض للإكثار من المعاصي والاغتراف من الشهوات قدر الإمكان، حتى يشبع منها قبل أن يحرم في رمضان. فتجده يستعد لرمضان
بمزيد من البعد عن الله عز وجل وكثير من المعاصي والمحرمات. كل هذه استعدادات يستعدها الناس استقبالا لرمضان، فهو كما قلنا سوق عظيم يختلط فيه الحابل بالنابل والعاقل بالغافل والصالح بالطالح، وكل يبكي على ليلاه، ولكل واحد في السوق غرض ولكل واحد هدف. فاختر أخي الحبيب لنفسك هدفا وحدد لنفسك طريقا. فالاستعدادات التي ذكرناها جميعا ما أنزل الله بها من سلطان، فإن كانت هذه الاستعدادات من المحرمات فيا لها من مفارقة، أن يدعون الله عز وجل للخير فنولي ظهورنا ونختار الشر. فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية الترمذي: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فإذا بأحدنا يسمع هذا النداء: يا باغي الشر أقصر، فيكون حاله كمن يقول: لا يا ربي، أنا أبغي الشر وسأستزيد ولن أقصر، والعياذ بالله. وحتى إذا كانت بعض هذه الاستعدادات التي ذكرناها من المباحات، ألم نجد لها وقتا غير وقت رمضان الثمين لنضيعه في تلك المباحات، ونفوت على أنفسنا فرصا عظيمة من كسب الحسنات ورفع الدرجات وتكفير السيئات؟ فها أنا أحذر نفسي وأحذركم إخواني الكرام، حذاري أن تكون من الغافلين، حذاري أن تكون من اللاهين العابثين، حذاري أن تكون من الغافلين، حذاري أن تكون من اللاهين العابثين، حذاري أن تكون من الغافلين، حذاري أن تكون من اللاهين العابثين.